طلب المهدي النفطي المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي من مسؤولي الفريق التخلي عن خدمات المهاجم السنغالي جونيور بولي سامبو، وأبدأ النفطي رغبته في التخلي عن المهاجم السنغالي لعدم اقتناعه بمؤهلاته التقنية، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم الكاميروني على سبيل الإعارة قادما من الدوري البلجيكي. وتعاقد فريق الوداد الرياضي مع سامبو قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، ووقع على بداية في المستوى قبل أن يتراجع أداؤه في المباريات الأخيرة. وتعرض المهاجم السنغالي للإصابة التي فرضت عليها الغياب عن صفوف فريق الوداد الرياضي في المباريات الأخيرة، كما سيغيب عن كأس العالم للأندية المقرر تنظيمه في المغرب في فبراير المقبل. وعزز الوداد الرياضي صفوفه بالكاميروني ديديه لامكيلزي قادما من الدوري البلجيكي، إذ سيلعب للفريق الأحمر على سبيل الإعارة مع أحقية شراء بنهاية الموسم الرياضي الحالي.